ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المناورة. منورتنا النهارده هتكون ليها علاقه بكاس العالم اللي مكمله معانا، واللي حقيقي نفسنا ما تخلصش ابدا لان احداثها مثيره وممتعه. من يومين كده كان في ترند خرج على السوشيال ميديا بهجوم كبير على كابتن عصام الشوالي المعلق الرياضي التونسي، واتهم بتحيزه وتشجيعه المبالغ فيه للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي. الأكيد أن كابتن عصام شوالي كمعلق هو من أهم المعلقين في الوطن العربي في كرة القدم، محدش يقدر يختلف على صوته، جمله الحلوة اللي بتعلق دايما معنا. لكن اللقطة اللي حصلت في مباراة الأرجنتين واستراليا، الجماهير لاحظت أنه كان بيتفاعل بقوة وتحيز مع أهداف الأرجنتين، فالجمهور قالك هو ليه بيشجع ميسي كأنه أرجنتيني، مع أنه مفروض أنه هو معلق عربي يكون عنده حيادية في التعليق مع الفرقتين زي ما بيتعامل هنا يتعامل هنا. والحقيقة أنه الدنيا قامت ما قعدتش على عصام الشوالي. فخلونا قبل ما نعلق ونناقش في منورتنا اللي هتكون عن المعلق الرياضي، ينفع يكون محايد ولا بس، يعني مستنيين رأيكم تقولوا لنا هل المعلق الرياضي ينفع يكون محايد ولا بس محايد بس ولا يتحيز. نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما شفتوا معانا في الفيديو كده، كان واضح جدا تشجيع الكابتن عصام الشوالي الارجنتين وسعادته الكبيره بهدف ميسي في منتخب استراليا. والموضوع بقى واضح كمان لما هو نفسه شايره على صفحته. بس الحقيقه انا شفت ان الموضوع ما كانش يستحق كل الهجوم ده لسببين. اولهم ان عصام الشوالي من زمان هو بيدعم ليونيل ميسي وما بيسيبش فرصه غير لما يخرج وبيعظم فيه، وبيقولها صراحه ان ميسي لاعب لن يتكرر في التاريخ، فانحيازه لميسي مش مخبيه. السبب الثاني يا جماعه ان ده فعلا واحد من اعظم لاعبين كره القدم، حقيقه محدش يقدر ينكرها ولا يغيرها. فالموضوع هنا بيخرج شويه من حته التحيز لواقع هو معترف بيه، واحنا كمان والعالم كله معترفين بيه. فليه يحصل مشكله او يحصل الناس تزعل مجرد بس ان هو بين ده، مع او ضد ان الناس فعلا بتهاجمه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه منكم دلوقتي، يا ريت تخشوا تصوتوا معانا. اكيد طبعا عايزه اقول لك على حاجه اميره، هو ما حدش في الكون يختلف على ان ميسي لاعب كره مش هيتكرر في كره القدم. بس الفكره عند الناس كانت في نقطه بس التحيز في المباراه على حساب استراليا. انا تابعت تعليقات كتير من الناس اللي علقت على الموضوع ده، لقيت ان فعلا ناس كتير شايفه انه افوارها زي ما بيقولوا في تفاعله مع ميسي. في ناس اعتبرت ان هو ما احترمش المشاهدين، ففي مثلا اللي قالك انه الشوالي لم يحترم المشاهدين وتعليقه لم يلتزم بالحياد وتعليقه مستفز ومتحيز. وفي حد تاني قال انه الشوالي كان ارجنتيني اكتر من الارجنتينيين شخصيا. وحولت على التعليق الانجليزي المحترم، يعني استفزوا تعليق شوالي لدرجه ان هو غير القناه علشان يتفرج على نفس الماتش ولكن بتعليق انجليزي علشان يبعد عن حته التحيز اللي عنده ويقدر يتفرج على ماتش كويس ويحكم على اداء الفريقين من غير ما حد ياثر عليه بوجهه نظره. وده الصح غالبا، انه انت كمعلق بترصد لي معلومات وتحليل الماتش، تتفاعل مع الاحداث، لكن ما تاثرش عليا كجمهور ومتفرد بقناعات انت. يعني اما انا ممكن اكون لا بحب ميسي كلاعب كره قدم، بس ما بحبش، انا مقتنع ان هو لاعب عظيم بس ما بحبش طريقه لعبه. ممكن اكون انا بشجع استراليا مش بشجع ارجنتين، فوجهه نظر المعلق مش المفروض ان هي تطلع. بصي انا شايفه ان موضوع تحيزه جاي من فكره هو مين اللي بيلعب قدامي. يعني حد شفته قال مفيش حياديه في حب ميسي. عايزه اقول لك على حاجه، لو ده كان ماتش البرتغال وكريستيانو، يعني هو كان بيلعب، هو اللي كان بيلعب كان هياخد نفس ردة الفعل. كانش حد، احنا بنتكلم برضو على اتنين ما ينفع يعني لازم نتحيز لهم في نفس اسلوب، هيبقى واخد نفس اسلوب التشجيع والتعليق. الاتنين دول في حتة تانية، يعني مش هيتكرروا في كرة القدم خالص. وفي بيقول ان هم حسوا ان هو بيدافع عنهم باستماتة، فلو لعبوا مع اي فريق او منتخب ناس تانية كانت بتشجعهم
كنت ممكن اتفق مثلا مع الهجوم اللي هم عملوه ده، لو مثلا ان الهجوم الفريقين كان واحد فريق عربي مثلا تونس المغرب وهو متحيز مثلا لفرقه عن فرقه كنت هقول لك ماشي، لكن احنا بنتكلم ان ميسي وليوناردو دايما بيحصل عليهم كده، مفيش يعني لازم يبقى في تحيز طول الوقت للاثنين، يعني لو ده كان ليوناردو كان هيحصل نفس كان انا فاهمه انه ده تحيز لقدرات ومهارات اثنين من اعظم اللاعبين بالارقام، مش برايي ولا براي اميره ولا براي الشوالي ولا براي حد، لكن احنا لازم نسال امتى يقدر يكون المعلق متحيز وامتى يكون محايد. عايزينكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتس على السوشيال ميديا. وانا فاكره يا اميره قبل كده في ماتش منتخبنا الوطني قدام الجزائر وكان عصام الشوالي هو المعلق، حصل جدل كبير جدا لانه برده كان منحاز لينا جدا في التعليق، وطبعا احنا كمصريين اتبسطنا وتحمسنا لانه لو بصينا بعيون الجمهور الجزائري هتلاقي الموضوع صعب، هم هجموه ساعتها برضو. علشان كده بقول ان مشكلتنا مش مع ميسي، احنا مشكلتنا مع ليه تدخل نفسك كمعلق رياضي في الحتة دي وهي مش بتاعتك، ما ينفعش تتحول لشخصية الجمهور، انت ليك شغلك اللي بيحكمه قواعد واخلاق معينة، خصوصا وان الموضوع ده بيخلق حالة من التعصب على السوشيال ميديا. انت كمعلق مش هتستفاد حاجة غير ان الناس هتتهمك في امانتك، من الاخر كده يا ميرا بالبلدي هتخش خناقة مش خناقتك. صحيح صحيح. بصي بعيد عن موقف عصام الشوالي مع ميسي نتكلم في العموم، طبعا كل معلق ليه بصمته وشخصيته اللي بيعلق بيها عشان يعلق مع الناس، يعني هنلاقي عصام الشوالي غير كابتن مدحت شلبي غير كابتن رؤوف خليف، كل شيخ وليه طريقه وكل واحد وليه جمهوره اللي بيسمع له. اهم حاجه طبعا ان في النهايه لازم يكون التعليق في اطار حدود المجتمع واخلاقياته وثوابت المهنه، لان الثوابت لو كسرتها هتبقى بتستفز الناس، ومش هو ده اللي احنا عايزين نعمله، يعني ما يبقاش انا قاعد فعلا بتفرج على ماتش وفي الاخر حاسس ان انا مستفز من تشجيع المعلق مع ان انا يعني بحبه جدا، يعني ما اقدرش اصلا يعني لا بدور عليه عشان اسمعه طول الماتشات. صح، هو ده زي ما بيقولوا كده التطور الطبيعي للحاجه الساعه، انه انت كمعلق رياضي بتعلق على ماتش ما ينفعش انه تاخد صف حد على حد تاني، حتى لو الحد ده انا بحبه، يعني انا بقول ده مثلا لو هو ما ينفعش ياخد صف منتخب مصر على منتخب عربي تاني، كل الاسماء اللي انت قلتيها دي اصوات ليها تاريخ اتعلقنا بطريقتهم، التعليق على اهم في التعليق هم علقوا على اهم المباريات والبطولات، هتلاقي اللي بيحب يتابع الماتش مع المعلق الفلاني. صحيح. عشان بيختار الالفاظ المنمقه وبيقول اشعار في اللعيبه، وفي اللي بيحب اللي بيقول كل تفصيله في الملعب، وفي اللي بيحب اللي بيهزر ويضحك، بنقعد نقلب في القنوات ونشوف مين اللي بيعلق على الماتشات علشان نسمعه ونختار القناة على حسب المعلق. صحيح يا هند، عشان كده يعني خلينا متفقين ان المعلق الكروي هو مترجم لأحداث المباراة، هو عين المشاهد على الكورة، اللي بيتفرج ده جاي عشان يشجع فريقه وهو بيلعب ويتبسط، فتلاقي بقى المعلق يستفزه بطريقة او انحياز لحد يعني لا متعة للتعليق الرياضي مع الانحياز، نقطة كده عشان الناس ما تزعلش. صح.